يقول السائل: من نصح أهله في إخراج زكاة الفطر طعاما وأصر على إخراجها نقدا، هل يخرج هو عن نفسه؟ نعم، يخرج عن نفسه طعاما ولا يوافقهم على النقود، لأن النقود لا تكفي عن زكاة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام، والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر بالنقود وإنما أمر بالطعام خاصة. فإذا كانوا يخرجون النقود فأنت لا توافقهم، أخرج فطرتك من الطعام.